أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الحكومة وبمختلف أجهزتها المعنية لن تتساهل مع مروجي خطاب الفتنة والكراهية، وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير عام وكالة الأنباء الأردنية فيصل شبول افتتح بها مؤتمر دور الإعلام في مكافحة الإرهاب والتطرف، إن مواجهة ومحاربة الأفكار الإرهابية عبر ذات الوسائل التي تستخدمها العصابات الإرهابية بات يشكل تحديا أكثر أهمية، مؤكدا أن الحاجة ملحة لمزيد من التنسيق والتعاون وبذل الكثير من الجهود وتبادل الخبرات والأفكار والتشاور حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة في سبيل محاربة قوى الشر والتطرف. ولا شك أننا بحاجة إلى المزيد من التنسيق والتعاون وبذل الكثير من الجهود وتبادل الخبرات والأفكار والتشاور حول ما يجب أن نؤديه خلال المرحلة المقبلة في سبيل محاربة قوى الشر والتطرف. فالجميع يعلم مدى تأثير الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام بمختلف أشكالها في التصدي لهذا الفكر الإجرامي ولتلك الفئات الظلامية. وقال رئيس الحملة الوطنية الإسلامية لمناهضة الغلو والتطرف والإرهاب في الجمهورية العراقية الدكتور عبد اللطيف الهميم إن الإرهاب هو من صناعة المجتمع وليس صنيعة الأديان، داعيا إلى ضرورة توحيد الكلمة وتنسيق الجهود لمكافحة هذه الآفة الضارة على كافة المجتمعات والدول. وقلت وأقول مرة أخرى أيضا، التطرف والإرهاب ليس جينا في صلب أي عقيدة من العقائد أو مذهب من المذاهب، التطرف والإرهاب هو انحراف على هامش الفكر، وبالتالي هو من عندياتنا، هو من صناعتنا، فلنبحث من المستفيد في نهاية المطاف، من المستفيد من هذا الإرهاب الذي ضربنا دولا ومجتمعات في جيله الأول والثاني والثالث والرابع، والإصدار الخامس سيكون رهيبا. وقال رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي محمد العضايلة إن ظاهرة الإرهاب والتطرف تحظى باهتمام الشعوب والحكومات في شتى أنحاء العالم لما لها من آثار خطيرة على أمن الدول واستقرارها، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام تقوم أحيانا بقصد أو بدون قصد بالترويج للإرهاب وإعطائه هالة إعلامية أكبر من حجمها. إن وسائل الإعلام تقوم حالياً بقصد أو بدون قصد وبالترويج للإرهاب وإعطائه هالة إعلامية لا يستحقها في ظل الأهداف التي يراد تحقيقها من خلال العمل الإرهابي من شهرة وتأثير فكري. إن عرض المناظر والمشاهد المأساوية وتصوير الأضرار بشكل متكرر ومبالغ فيه، إضافة إلى بث وجهات نظر الإرهابيين التي يقصد منها إثارة الخوف، تشكل خطورة وتنطوي على ردود فعل سلبية. من جهتها أشارت الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تزايداً ملحوظاً في استخدام الجماعات الإرهابية لشبكة الإنترنت وزيادة عدد المواقع الإلكترونية التي تروج للفكر المتطرف والإرهاب. شهدت السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في استخدام الجماعات الإرهابية لشبكة الإنترنت وزيادة عدد المواقع الإلكترونية التي تروج للفكر المتطرف والإرهاب باسم الدين الإسلامي، حيث سهلت الاتصالات الحديثة نقل الأفكار والبيانات والتوجيهات إلى خلايا الشبكات الإرهابية بأمان بعيداً عن أعين الرقابة الأمنية وبدون تكلفة تذكر. كما أن شبكة الإنترنت سهلت الحصول على المعلومات لاستخدامها في تنفيذ عملياتها الإرهابية. ونظم المؤتمر الذي استمر يومين الهيئة العربية للبث الفضائي بالتعاون مع الأمانة العامة لشؤون الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية وسط مشاركة عربية كبيرة مثلت خبراء ومسؤولين بالإعلام وعلماء ومعنيين بمكافحة الإرهاب.